السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا فيكم ويسعد أوقاتكم. الأخطاء الفردية كانت السبب في تلقي شباكنا هدفين في الدقائق 22 الأولى، حيث بدأ منتخبنا الأولمبي مشواره في بطولة آسيا تحت 23 عام بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مع نظيره القطري ضمن منافسات المجموعة الثانية. وعلى نحو غريب وبأخطاء فردية تلقت شباكنا هدفين في الدقائق 22 الأولى، جاءت البداية سريعة من منتخب قطر الذي افتتح التسجيل في الدقيقة الأولى عندما أرسل عمرو عبد الفتاح تمريرة عرضية أخفق الحارس السوري ويليام غنام في السيطرة عليها لتسقط الكرة أمام يوسف عبد الرزاق الذي تابعها في الشباك. ووسط محاولات المنتخب السوري تحقيق هدف التعادل، ارتكب دفاع الفريق غلطة ثانية بعدما انطلق القطري همام الأمين في الجناح الأيسر وأرسل تمريرة عرضية حاول المدافع يوسف محمد إبعادها ولكنه وضعها بالخطأ في مرمى فريقه، لكن منتخبنا نجح في تنظيم صفوفه والوصول إلى مرمى المنتخب القطري في أكثر من مناسبة حتى قلص عبد الرحمن بركات الفارق إلى هدف واحد إثر متابعة رأسية للركلة الثابتة التي نفذها محمد كوايا عند الدقيقة 32. وفي الشوط الثاني فرض منتخبنا إيقاعه على مجريات اللعب مع التبديلات التي أجراها الكابتن أيمن الحكيم، لكنه عجز عن هز شباك القطريين رغم الفرص العديدة التي أتيحت له إما للتسرع أو لتألق الحارس محمد البكري. وعند الدقيقة 94 استثمر محمد الحلاق الذي شارك كبديل في الدقيقة 82 خطأ من الدفاعات القطرية فخطف الكرة واخترق فيها منطقة الجزاء ليمرر كرة عرضية تلقاها البديل علاء الدين الدالي محرزا هدف التعادل الثمين. وبهذه النتيجة تكون معاناة منتخباتنا الأولمبية في المباريات الافتتاحية لجهة عدم تحقيق الانتصار في بطولة آسيا تحت 23 عام قد استمرت للنسخة الرابعة على التوالي. المدير الفني أيمن الحكيم أكد في مؤتمره الصحفي أن عدم التركيز في النصف الأول من الشوط الأول والتأخر في دخول أجواء المباراة كلفنا هدفين في شباكنا، وأضاف رغم الهدفين المبكرين نجحنا في السيطرة على مجريات اللقاء بعد ذلك ولن نفقد الأمل وكنا الأفضل فقلصنا في الشوط الأول ثم أدركنا التعادل في الوقت بدل الضائع. وردا على سؤال يتعلق بالتفوق البدني الواضح على المنتخب القطري والاستراتيجية التي سيتبعها المنتخب الأولمبي أمام نظيره الياباني في المباراة الثانية، قال الحكيم: لم أقلق يوما بشأن الحالة البدنية للاعبين، كنت مطمئنا لها، لكل مباراة استراتيجيتها، وبالأكيد إننا سنتوقف عند الأخطاء التي حصلت لنراجعها ونصححها. اليوم سنقلب صفحة مباراة التعادل مع قطر وسنبدأ العمل مباشرة من صباح الغد من أجل مباراة اليابان، وسنلتزم بأسلوبنا ونهجنا في اللعب بغض النظر عن النتائج المسجلة في الجولة الأولى. أما عن نتائج المباريات في نفس المجموعة فتغلب المنتخب السعودي على المنتخب الياباني بهدفين لهدف ليتصدر فرق المجموعة بثلاث نقاط. وعن نتائج باقي المباريات التي أقيمت اليوم الخميس فقد تعادل المنتخب الأوزبكستاني مع منتخب إيران بهدف لكل منهما، وكوريا الجنوبية تحقق الفوز بهدف مقابل لا شيء على المنتخب الصيني. أما عن مباريات يوم الجمعة سيقام لقاءان، اللقاء الأول سيجمع فيتنام مع المنتخب الإماراتي في الساعة 12 ربع بتوقيت دمشق، واللقاء الثاني كوريا الشمالية مع منتخب الأردن في الساعة 3:15 بتوقيت دمشق. اللقاء الثاني لمنتخبنا سيجمعه مع المنتخب الياباني يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 3:15 عصرا بتوقيت دمشق، على أن تسبق هذه المواجهة مباراة بين السعودية وقطر. أما عن التشكيلة الرسمية الذي اعتمدها الكابتن أيمن الحكيم اليوم في مواجهة قطر فكانت: ويليام غنام، خالد كردغلي، فارس أرناؤوط، يوسف محمد، يوسف الحموي، سيمون أمين، محمد الحلاق، خليل إبراهيم، عبد القادر عدي، زكريا حنان، محمد كامل كوايا، عبد الرحمن بركات، عبد الهادي شلحة، علاء الدين الدالي. كل التوفيق لمنتخبنا في مباراته القادمة، أكيد رح يكون في تصحيح للأخطاء وملاحظات جديدة للمدرب أيمن الحكيم يلي إن شاء الله تقود منتخبنا للفوز على نظيره الياباني. ورح خليكم مع بعض آراء أصدقاء القناة على مباراة سوريا والمنتخب القطري. صديقنا عدنان الملحم عم يقول: بدأ منتخبنا الأولمبي بالمباراة خايف ومرتبك،
أما بالنسبة للأداء أفضل بكثير من أداء المنتخب القطري، لولا الارتباك منتخبنا قادر على الفوز بثلاث أهداف أو أربعة بسهولة، لكن قدر الله ما شاء فعل، لازم يستفيدوا من الأخطاء للمباريات المقبلة. وصديقنا الفدائي السوري عم يقول بصراحة المنتخب أداؤه حلو وأنا بقيم المنتخب 8/10. صديقنا محمد الحمد عم يقول منتخب أداؤه حلو بس في أخطاء في الخطوط الخلفية، بس شيء يحسب للمدرب وللعيبة إنك تكون خسران في هدفين وترجع وتعادل إن شاء الله القادم أفضل. أما صديقنا أبو علي عم يقول لعبتنا كانوا رجال بأرض الملعب. صديقنا محمود الأطرش عم يقول ارتباك واضح في أول ربع ساعة، بعدها استعاد المنتخب أداءه وسيطر على المباراة. ويليام غنام أخطأ ولكن أنقذ الفريق من هدفين محققين، ويوسف محمد كانت ردة فعله خاطئة، مع ذلك ليسوا سيئين بل أبدعوا، يعني نحن ما منشوف غير السلبيات ونترك الإيجابيات اللاعبين، الكل أبدع. شكرا نسور قاسيون، شكرا أيمن الحكيم. صديقنا مصطفى الشامي عم يقول منتخبنا أول 20 دقيقة كان خارج المباراة، بعدين رجع وسيطر، ولو ركزوا شوي كانوا ربحوا، بس الحمد لله على كل حال، والتعادل بطعم الفوز. وبنهاية هذا الفيديو بتمنى يكون نال اعجابكم، لا تنسونا من الاشتراك وتفعيل خيار الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد، ومتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام. تقبلوا تحياتي، محدثكم غسان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.